خرجت رهف من غرفة الإقامة المؤقتة الواقعة في مطار تايلاند برفقة مندوبين تابعين لمفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة للانتقال بها إلى محل إقامة جديد حتى الانتهاء من دراسة المفوضية لطلب اللجوء الذي تقدمت به فراراً من عائلتها كما تقول. كان عقد اجتماع بين مسؤولين في تايلاند ومسؤولين في ممثلية السعودية بتايلاند، وصرحت بعد انتهائه شرطة الهجرة التايلندية معلنة أن القضية شأن أسري بحت، ناقلة رضا السعودية عن الإجراءات التي اتبعتها السلطات التايلندية، مؤكدة أن السعودية لم تطالب بإعادة الفتاة لكنها تتابع حالتها بصفتها مواطنة. موقف الدولتين حيال هذه القضية واحد، الأولوية هي ضمان سلامتها، نحن مهتمون بسلامة السيدة رهف. القائم بأعمال السفارة السعودية قال إنه راض عن الوضع وأعرب بالأمس عن ثقته في سلطات الهجرة والحكومة ووزارة الخارجية في تايلاند. رهف الطامحة إلى الحصول على لجوء في أستراليا تنتظر قرار السلطات هناك الذين أفادوا بأنهم يدرسون طلبها بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين. وفي ظل هذه التطورات أفاد مسؤولون تايلانديون أن والد الفتاة وشقيقها وصلا إلى بانكوك، وتسعى المفوضية لتنسيق اجتماع بين الفتاة وذويها بما يضمن حمايتها للتأكد من أسباب إقدامها على طلب اللجوء والتأكد من الادعاءات بتعرضها للتعنيف وحرمانها من حق التعليم والحرية. أحلام اليعقوب، العربية.